بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم مجددا على قناتكم التربوي يوسف البداوي. إذا الموضوع الآن طرقوا لي كما جاء في العنوان دياله، هو تسجيل صوتي يوثق لعملية السرقة والنصب والاحتيال باسم شركة اتصالات المغرب عبر الهاتف. إذا قبل ما نبدأ هذا التسجيل الصوتي، غنشرح لكم الطريقة كيفاش تتم هذه العملية ديال النصب والاحتيال. إذا تتصل بكم شخص مجهول تيقول لكم انا راه من طرف شركة اتصالات المغرب، وراكم ربحتوا معنا في قرعة سنوية كتنظمها اتصالات المغرب اورانج لجميع الارقام، وتيقول لك راه ربحتي 3 مليون من اتصالات المغرب ومليون من اورانج، ومن بعد يطلب منك واحد المعلومات، رقم البطاقة الوطنية ديالك والسكنة ديالك، وتيقول لك حنا راه فتحنا لك الحساب دابا ديالك لدى بنك معين. ثم بعد ذلك يقول لك اودي خصك تصيفط لنا خمسات للروشارج ديال 50 درهم، يعني خمسات تعبئات ديال 50 درهم او 100 درهم باش يفتحوا لك هذا الحساب. اذا من بعد ملي كتسميتو تصيفط لي خمسات للروشارج، تيقول لك غادي ندوزوك المدير ديال الوكاله. اذا تتصل شخص اخر بنفس النمره او نمره اخرى، تيقول لك احنا راه مدير ديال الوكاله، وحنا راه تنهنئوك بالفوز ديالك في القرعه الاولى، حنا راه نديروك في السحب الثاني للفوز بالقرعه الكبرى اللي هو فوز بالسياره رباعي الدفع. ومن بعد تطلب منك انك ترسل ليه 10 تعبئات من فئه 100 درهم. اذا انت ملي غتصيفط ليه هذوك الرموز السريه ديال التعبئات، فبالتالي هو تياخذها بشكل مبلغ. ثم كيتصل الشخص الثالث تيقول لك حنا راه ممثل ديال شركه اورانج، وراك تزدي معنا في السحب ديال السنوي اللي كدار بين اتصالات المغرب واورانج، نفس السيناريو اللي دار ديال الاول. ثم تيقول لك اودي راه خصك تصيفط لنا روشارج ديال 15 تعبئه من فئه 50 درهم او 10 تعبئات من فئه 100 درهم او على حسب الشيء اللي طلب، وتعاود يكرر نفس الكلام اللي قالوا بين قوسين المدير ديال الوكاله بانك راه دخلتي في السحب ديال السياره رباعيه الدفع الى غير ذلك. اذا هذه هي طريقه باش كيتم النصب والاحتيال من خلال الاستفاده من التعبئات التي تم ارسالها لهاد الناس. اذا نتمنى ان هذا الفيديو تقاسموا مع الاصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم باش تحذروهم من هذه العصابه اللي كتسرق الاموال ديال الناس، وشكرا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اي هلا لك، مدردو. نعم شو مدرك يا لالا؟ فاز. ها؟ فاز؟ سمعتك شلالا قلت لي شنو درت فاز؟ فاش ندير؟ واش وجدت 500 درهم ولا لا؟ علاش من 500 درهم؟ راه هذاك الشيء اللي قلتوا لي هذيك 4 مليون باقي ما عطيتوهاش ليا. لا رحنا تصرفنا البارحة أستاذة بالراجل ديالك غادي قال لك غنوجد 500 درهم. ولكن دابا بغينا بعد هذيك 4 مليون بعد هي الأولى غنشوفوا السيارة. لا هذيك أستاذ 4 مليون اللي بغيتيها لالا راه تدي معنا 500 درهم معنا لالا. إيوا صافي، راه أنا ما عنديش لا 500 درهم ولا أقل ولا أكثر. عطينا النمرة ديال راجلك. لاش؟ اتصلوا بها لالا. ها هو راجلي ها. السلام عليكم. الو السلام عليكم اسيدي. بخير عليك هاني. هاني الحمد لله استاذ. خويا راه سولنا، خويا هذاك الحساب اللي سولنا عليه راه ما كاينش اخويا في البنكة. اسمه هو اللي ما كاينش في البنكة. هذاك البنكة اللي. حنا تكلمنا معك البارح اسيدي وقلنا لك القاسمة ديال غادي نجيبوا لك حتى المنزل ديالك هي الطوموبيل اسيدي، ودابا كتقول لي ما كاينش حساب في البنكة. لا جيبها لي نعطيك هذاك سميتو، نعطيك هذاك لي روشارج، وما عطيتش انت هذاك التليفون. دابا انت واش تكلموا معنا الاجراءات ولا لا؟ لا دابا جبت هذاك اللي كتقول نتايا، وداك الساعه نجيبو سميتو نعطيك الرشاش ديال 10، طب تا ديال نعم. البطاقات راه بيهم استاذ، ديك البطاقات اللي تاخذهم راه بيهم استاذ، باش كتحول لكم السياره استاذ، باش كنجيب لكم السياره. لا راه خص دابا الله يجزيك بخير، عطينا الصفه ديالك القانونيه ديالك، انت شكون انت بعدا؟ دابا فين باش تاخذ السيارة؟
لا لا دابا راه شوف الله يجزيك خير، خاصكم انت تصيفطوا لنا ديك الفلوس ديال لي روشارج اللي عطيناكم ياك. وراه شي اللي بان ليا ما باغيش تكملوا في الاجراءات. لا حاجه كتقول لنا انتم ربحتوا، حنا فينا اتصالات المغرب سولنا على هاد الناس هادو يقول لك راه ما كاينش عندنا كاع نهائيا هذاك الشيء. أستاذ هذاك اللي مشيت عندها أستاذ حنا كنا فهمتوا عندها في الرباط سيدي، هذوك اللي مشيت عندهم غير كتابونا وعندهم سيدي. دابا سيدي بغيت نسولك واش غاتكمل معنا هاد المسابقة ولا ما تكملهاش؟ لا راه خاصك دابا تصيفط لي نمرة لاكارت ديالك، تصيفط لنا الصورة ديالك بالتجارية. قيد لا صورة في الواتساب وصيفط علينا، ها هي عندك النمرة ديال الواتساب باش نكمل. هذه النمرة ديال الواتساب ديالك هذه نيت هي هذه فيها الواتساب. فيها الواتساب. يلا غادي نصورها ونصيفطها لك سيدي ان شاء الله. واخا بارك الله فيك. ما واش نعرف ان شاء الله.